حلاوة إيه وجمال إيه المنتخب الأولمبي؟ مكسب أنعشنا وفرحنا بشكل لا تتخيلوه، ما كانش حد متخيل تماما إن إحنا نبقى أول مجموعتنا، يعني الكل هنتأهل، هتلعب دومينيكان وأوزبكستان هتعديهم ولا لأ، منتخب أسبانيا ده كان الكل حاسب إن دي موقعة أنت مش هتاخد منها نقطة. البعض ممكن يشكك يقول لك أسبانيا كان بالصف التاني ما لعبش بالأساسيين، هم دول عندهم صف أول ولا تاني؟ ده كل لعيبة أسبانيا كلهم يلعبوا في أي فرقة في أي حتة في العالم، منتخب قوي جدا. فالنهاردة مكسب ما ينفعش نقلل منه، مكسب ليه مذاق يقول لك قد إيه إحنا لما بنحب نعمل حاجة بنعملها، والنهاردة كل اللعيبة أثبتت إن هم نجوم وممكن جدا نجيب ميدالية تاريخية. يعني الكل بيتكلم على كل الأمال في الألعاب الجماعية دايما على منتخب كرة اليد، لا، منتخب كرة القدم بيقول أنا موجود أنا هنا. وخلونا بقى نتكلم مع الفاكهة بتاعتنا وش السعد. كابتن طارق السيد أهلا بيك حبيبي، ربنا يخليك، وشك حلو الحمد لله رب العالمين. جيت النهارده اللعيبه اللي احنا كنا يعني زعلانين منهم شويه، ابراهيم عادل وزيزو تألق ما شاء الله يعني. لا هو يمكن إن الناس برضو خد انت اللي قلت لي الجمله، قلت لي النهارده انا باجي على طول انا لازم الدنيا بتظبط على طول. لا حبيبي ربنا يخليك يا رب. بص هو الفكره برضو عشان الناس تبقى فاهمه، يعني تيشيرت منتخب مصر اي حد بيلبسه لازم نسانده ونقف في ظهره لاخر لحظه طبعا. وده اللي انا بتمناه دلوقتي في الفتره دي، لان كان فيه هجوم شرس على بعض اللعيبه وبعض النجوم الكبار اللي منتظر منهم مستوى افضل. انما خد بالك زيزو او ابراهيم الاثنين، واحد منهم لعيب يعتبر كبير، واحد متعود على التيم ده وحافظه وفاهمه ولعب معاه مده كبيره جدا. هتكلم على زيزو الاول عشان الناس برضو ايه يعني تبقى فاهمه. زيزو عشان يتاقلم ويتعود على الفرقه دي وياخد، اتفرج على زيزو في بداياته مع نادي الزمالك قعد 6 شهور كاملين مش زيزو. كان البعض بيشكك في الصفقه في الاساس يعني. الله ينور عليك. وبعد كده بقى احسن لعيب في مصر وبقى استمراريه الاحسن فتره كبيره جدا جدا. فالناس اللي بتهاجم لمجرد الهجوم، مش عايزين يا جماعه ناخد الامور الوان دلوقتي. ده اسم مصر. لك حاجه برده يا كابتن، في بعض الناس بيبقى عندها عشم، الناس عارفه حقيقه مستوى اداء زيزو، فكانت يعني بتتعشم ان هو واحد من الاثنين لعيبه الكبار، فالامباكت او التاثير بتاعه يبقى افضل من كده. ده مش معناه ان زيزو متقاعس او ان هو لم يكن مفيد للمنتخب الاولمبي، لكن عشان الناس عارفه حقيقه مستوى احمد سيد زيزو. انا موافق ان تبقى عشم، بس مش موافق تبقى امر ممنهج، ان يبقى في منهجيه للضغط نفسه على اللعيب او للضغط على النجم او الشخص نفسه بشكل ممنهج. لان انا لاحظت ده، لاحظت ان في منهجيه كبيره جدا زي ما كان بيحصل مع النني قبل كده مثلا.